Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. اليوم عندنا تحدي شعر بين علي باي وبن عمي. يقول الشاعر علي باي شو يقول؟ جناب گرگٹ نے پھانسی لگا دی بولا انسان رنگ بدلنے میں آگے نکل چکا ہے لا تدرك اور بیغ من اجال بنات پاوا من یورپا جناستک یوم مبادک دا ترسولے اتابع عنی خطرا منضبطة عشان صورة منضبطة عشان صورة كيف كيف ما تضرب كيف ضبطوني يا كيف كيف منضبطك عدول كيف كيف منضبطك اخوي اسمح لنا وبيه تايرين مطرن تايرين واحد اثنين لا حو يبي يسوي فيك شو؟ فيني ها شو السوابة؟ شوف كم من روح الحين كم من روح شوف تم تم والله مشكور يا والله مشكور حبيبي والله خلاص في سيارة والله اوكي ان شاء الله بلاش اوكي لا ليش بلاش يجي مطر جاده يريد تديس الخسارة ليش بلاش لا 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 يريد فلوس هناك اول فلوس جاده ما بدي ودي السيارة انا ما عندي فلوس يجي خسارة هذا شو اقول بس غلط يا عدل بنحمد ما يتبصر ما يتبصر عندنا جلسة تصوير ابويا شوف يضبط يا سلام اشوف من التليفونات هواوي فيفو فيفو اشوف شو الصورة شو الصورة يا سلام تتبصر والله اقول لك هالتليفون والله لو تشتري لي جديد والله تشتري لي جديد والله حط والله اخواني مستانس الحين يبى منا بعد عشان ما في شعر مسكين ولا سكر عيونك الو سكر عيونك ايوه والله ابن عمي ضبطه يا عشو بعرف اي دواء هذا براوي بعدين والله انه خطير ابن عمي اي خوف اوف اوف قسما بالله نار والله نار والله نار كفو والله حدد ليه والله كفو شوف يا ابو والله كفو هاي دواء هذا شو بقى عندهم تحدي عندهم تحدي شابه يلا كيف كيف تحدي ذا كيف؟ العب اليوم وياكم تحدي اذا طلعتوا بيضة الديك اول واحد لي ايفون بس يلا بيضة الديك بس اذا طلعتوها لي ايفون قسما بالله تعالوا تعال يلا بالعم يسير السد بلم ما يشوف شيء ما في ظلام روح ما في شيء روح يلا ما في شيء والله
فيني مقلب قسما بالله يا فيني مقلب بس تقول في مقلب عشان ما تستفيني مقلب انا بس مسخر اي راسك